السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة. مرحبا ألف، معكم عسل. طبعا يا أخوان، هذا مو قليش، هذا شرح كيف لو حابب أنك تدخل بال سبورت تصير رجال وتدخل سيرفرات بال سبورت، سوي زي ما أقول لك أنا. طبعا طريقة جدا سهلة، تجيب خويك تقدر تسويها سولو، تقدر تسويها مع صاحبك، بس الأسرع والأفضل تسويها مع صاحبك. خلي صاحبك يجيب يدخل جراجه، عرفت؟ جراجه يكون مثلا فل سيارات، وتجيب مع عندك الدبابه حقت الفاسيلتي. ليه؟ لانه حتيجي شرطه والدبابه الفاسيلتي ما تنفجر بسرعه، عرفتوا؟ وخويك يخرج سيارات. طبعا لو كان حسابك نظيف، ما قد دخلت باي سبورت من قبل، طبعا حيكون عباره كيف الجليتش. خويك يجيب سيارات من الجراج حقه وانت تتفجر السيارات حقته، بس ليه ما تلقم باي سبورت، عرفتوا؟ طريقة جدا سهلة. بعد كده إذا كان أول مرة ما قد لقنت باسبورت قبل كده، يمكن حتفجر تقريبا ما بين 60 سيارة إلى 80 سيارة، عرفتوا؟ إيزي، بسيطة الحركة. طبعا أول مرة حتلقم يومين، بعد كده حتلقم 4 أيام، بعد كده 6 أيام، بعد كده أسبوع، بعد كده أسبوعين، شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 6 شهور، 8 شهور، سنة، وهكذا الى ما لا نهايه. طبعا تيجي تسالني تقول يا مهست، طيب ايش الفرق السيرفرات باي سبورت والسيرفرات العاديه؟ طبعا في فرق بين السيرفرات العاديه وفي فرق بين السيرفرات باي سبورت. السيرفرات باي سبورت مسموح فيها كل شيء، جميع انواع الجليتشات المحرمه موجوده، وما بدك تبلغ عادي فري. فتخيل تيجي تخش سيرفر باي سبورت كلهم قد موت، كلهم 30 لاعب كلهم قد موت، مين يحارب مين ما انت عارف ايش الموضوع، بس انه حرب. اما السيرفرات العاديه، السيرفرات العاديه صراحه فيها منوبه فوق ما تتصور، يعني يجيك دباب يطير يطلع لك فوق عمارة ويطلق عليك بسنايبر بتفجر. فين اللعب في الموضوع زي كده؟ ولا لا، لما تجي تجلده في الشاطئ ولا تجلده في اي مكان يقول لك تعال لي رنقان. فين رنقان في الموضوع؟ هنا 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 السيرفرات باي سبورت ما في مامة رحمية. من يوم تخش من السيرفر الى تطلع السيرفر يا جالد يا مجلود، ما في تجميع ضائع، ما في واحد يتمشى يروح له سانتوس، ما في، كله حرف حرب. فشيء جدا اسطوري. فانا بوري لكم كيف الطريقه الان، ما خلقت انا باي سبورت بحسابي الان. الان ما لقيت باي سبورت بحسابي، طبعا حسابي دخلت بحسابي حقي الثاني المهكر، مو حسابي الاساسي. وخليكم مع باقي المقطع. شوفوا يا اخوان، دحين انا لقمت باي سبورت. شوفوا دحين بسوي لكم زوم، لقمت باي سبورت. طبعا اول مره يجيك يومين. طبعا في حاجه نسيت اذكر لكم اياها في بدايه المقطع، اذا لقمت باي سبورت ما راح تقدر تلعب مع اخوانك اذا كان ما عليهم باي سبورت. بس باي سبورت مع باي سبورت، واللي بدون باي سبورت بدون باي سبورت. طبعا في فرق بين الباي سبورت وفي فرق بين الباندا. الباندا خلاص يعني ما يمديك تلعب حسابك. باي سبورت شيء مختلف، باي سبورت مره ما في اي شبه، عرفتوا؟ فاللي يعيش في ناس تعشق الحرب فدائما يخشوا سيرفرات زي كذا وبس. ما في شيء جديد في المقطع، نبغى نشوف تفاعلكم في التعليقات. لا تنسوا في جيف اواي هذا الاسبوع، ونشوفكم ان شاء الله على خير.
مع السلامة.